السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، يا هلا يا مرحبا، معاكم علي عاشق. اليوم جماعة الخير بنتكلم عن أحد الأشخاص اللي كان يعمل عمل وصنع معروف وحبه للعمل هذا بعد فترة طويلة سنوات ما توقع أن الشيء اللي سواه قبل هو اللي يكون له دور كبير في أنه ينقذ حياته وأنه يبقى على قيد الحياة. كيف صار؟ وش صار؟ وش هالموضوع؟ قبل كذا الله يعطيكم العافية، لا تنسون اللايك والشير وسبسكرايب، وحياكم الله هنا في السوشيال ميديا اللي عندي في حساباتي. فيلا ما احنا مطولين، خلونا نبدأ بسم الله. في دكتور اسمه مايكل شانن. مايكل هذا كان دكتور أطفال، وكان هو دائما يحب عمله كطبيب أطفال، وكان مخلص جدا جدا في العمل، كان يعالج الأطفال كأنهم أطفال له هو نفسه، فكانت له سمعة مرة حلوة بين المجتمع اللي هو فيه، وكان الكلام هذا في أورنج كاونتي في أمريكا. الدكتور شانن هذا يعني تقريبا أكثر من 44 سنة هو طبيب أطفال، وكان دائما لعالج الأطفال يجيبهم بالمزح والضحك، ما يحب يخوف الأطفال، لدرجة أنه كان ما يلبس الكوت الأبيض هذا حق الأطباء على أساس أنه ما يخوف الأطفال اللي هم عنده، فكان يخلي الكوت على جنب ويدخل الأطفال ويلاعبهم ويبدأ يعالجهم، وهو جدا شاطر في عمله، لدرجة أن الحالات الصعبة عند الأطفال عند ولادتهم يخلون الدكتور شانن هو اللي يراعيها، وبتوفيق رب العالمين دائما كان له دور كبير أنه يعالج الناس وأنه يشافي هالأطفال هذول ويطلعون لبيوتهم. ففي عام 1986 كانت جين تروكي، هذه كانت هي حامل وكانت في شهرها السابع، فتقول جين تروكي انها راحت للسوبر ماركت، فحاول شوي تدنق انها تسحب شنطتها من تحت، فتقول حسيت بألم كبير مرة، وجع في بطني وفي ظهري من وراء، الوجع هذا تسبب اني على طول رحت للمستشفى، فكان شيء صار بسرعة كذا نزيف وآلام ومستشفى، فقدر الله انها تولد ولدها في الشهر السابع، فكان ولدها باقي له شهرين حتى يكتمل الترم حقه، فيسمونه بري ترم او يسمونه بريماتشور بيرث. فالطفل هذا ما كمل الترم حقه كامل، ما كمل 37 أسبوع، فولد قبل موعد ولادته. فأغلب الأحيان أو دائما إذا ولد الطفل قبل موعده تكون عنده شوية مشاكل صحية، وبناء على الدراسات تقول أن أكثر من 15 مليون طفل سنويا يولد premature قبل موعد ولادتهم، أقل من 9 شهور يولدون. فكان هذا الطفل الصغير ولد جين اللي سمته مستقبلا كريس، كان كريس هذا الطفل الصغير في الشهر السابع، أول ما ولد كانت عنده مشاكل صحية مرة، فجود الدكاترة تجمعوا وحطوه في العناية المركزة، والكلام هذا 1986، وكان الدكاترة ما يعطون أمل كبير لجين وأبوه عشان أنهم ممكن يحافظون على حياة كريس ولا لا، لأنه ما يدرون ايش راح يصير، ممكن تصير مضاعفات للطفل هذا، فكانوا الدكاترة ما يشاركون خطتهم العلاجية، يبقون محتفظين فيها لأنفسهم. فحطوا كريس الطفل الصغير هذا ذو 7 أشهر في العناية المركزة للأطفال، وكان الدكتور شانن هو المسؤول عن الطفل هذا كريس الصغير اللي موجود في العناية المركزة للأطفال، وعلى حسب وصف عائلة الطفل قالوا إن كريس كان مقاتل مرة، فخلال 10 أيام تحسنت حالته الصحية وهو صغير، وطلعوه من العناية المركزة وجلس في أجنحة المستشفى لأكثر من 1.5 شهر، وبعد 1.5 شهر جاءوا الدكاترة قالوا أمور كريس الآن تمام التمام ويقدر يغادر المستشفى وما عنده أي مشاكل صحية ولا عنده أي تشوه أو أي مشاكل داخلية في جسمه من ولادته. فجين وأبوه أخذوا كريس من المستشفى وطلعوا للبيت واحتفلوا إن ولدهم طلع من المستشفى بعد أكثر من 2 شهر، وممكن كان شوية الأمل يروح ويجي، هل هو يبقى على قيد الحياة ولا لا. فاحتفلوا في هالمناسبة هذه وجمعوا الأهل والأصحاب، وبعد 2 إلى 3 أيام من طلوع كريس من المستشفى لاحظت أم كريس إن كريس ما يشتهي لا يأكل ولا يشرب الحليب، وإنه دائما تعبان وإنه دائما نايم، فقاست حرارته ولقت حرارته مرتفعة، فهي تلخبطت ما تعرف شو تسوي، فقامت تسأل أهلها وأصحابها وجيرانها والناس اللي حولها، وقالوا مالك إلا الدكتور شانن هو نفسه من أفضل أطباء الأطفال وسمعته مرة بالعلالي. فعلى طول اتصلت على الدكتور شانن وأخذت الولد له، فقام الدكتور شانن يعالج الطفل هذا كريس. كانت حرارة كريس مرتفعة وعطاها الدكتور شانن الرعاية الطبية اللازمة، فتقول أمه جين وأبوه يقولون إن شفنا الدكتور شانن ليل نهار مع كريس. كان الدكتور شانن حتى نهائيا ما يحس انه عنده عائلة او انه عنده حياة، كان دائما مهتم بكريس ليل نهار، فاخذ ايام وايام ويعالج كريس، لين بتوفيق رب العالمين تعالج كريس وكان بافضل صحة وافضل عافية. فلما تعالج كريس واصبح بصحة جيدة وعافية، تقول جين ام كريس الان عرفنا ليش الدكتور شانن سمعته مرة حلوة وسمعته مرة طيبة، وكان يسمونه the kind doctor، يعني الدكتور اللطيف الدكتور الحبيب اللي دائما مع الاطفال. ويقول الدكتور شانن انا احب اعالج الاطفال،
أحافظ على حياتهم بتوفيق رب العالمين، فأستانس وأستمتع لما أشوفهم يكبرون قدامي ويصيرون مهما صاروا في المستقبل. وبعد سنوات طويلة عدت كبر كريس الطفل هذا، فلما دخل الثانوي شاف أنه عنده حب للإسعاف وللطوارئ ويحب أن يكون من أول الأشخاص أو من أوائل الأشخاص اللي يبشرون الحالات ويسعفونهم، فلما دخل الجامعة تخصص في طب الطوارئ. ومن خلال دراسته لطب الطوارئ حب التخصص مرة. يقول كريس أني أنا شفت أني أنا أكون سبب بعد رب العالمين أني ممكن أحفظ حياة الشخص أو أحميه من الموت، لأني أنا من أول الأشخاص اللي يجيني الاتصال وأروح وأباشر الحالة. فبعد ما تخرج كريس اشتغل كمسعف في طب الطوارئ وراح والتحق بحد الفرق اللي هم الفاير فايترز، صار مع فرقة إطفاء. فكان كريس يشتغل كمسعف وفي نفس الوقت الفرقة متكاملة ما بين رجال أطفاء ومسعفين، وكانت الأمور ماشية إلين 10 مارس عام 2011. كان كريس والفرقة اللي معاه منتهي الشفت حقهم، وكانوا جايين من برا المدينة إلى داخل المدينة، وكان الوقت بالليل وشوية متأخر الشفت حقهم، فكانوا تعبانين بعد ما يطلعون من شفت وراحة وجو، فكانوا جدا تعبانين لكن متجهين يسلمون السيارات ويركبون سياراتهم ويتجهون إلى بيوتهم. فجاء اتصال طارئ إن صار حادث في أحد الأماكن يبعد كيلومترات عن المدينة، ما كان داخل المدينة، كان برا المدينة شوي. فكان المراسل أو السنترال حق الاتصال يوجه الفرقة اللي موجودة أنها تتجه، وكان يقول إن الناس اللي كول اللي على اتصال ممكن ما راح يلحقون بنفس الوقت المناسب انهم ينقذون الحالة اللي صار عليهم حادث وفي شوية نار وحريق. ففرقة كريس ما كان مطلوب منهم لان انتهى شفتهم، يقدرون انهم يروحون يباشرون الحالة، لكن كريس اصر انهم يباشرون الحالة ويرجعون، ممكن انهم يساعدون شخص ويبقى على قيد الحياة. فالفرقة استجابوا لطلب كريس وراحوا ديوروا بالسيارة واتجهوا الى الحادث. فكان الشيء اللي صار او الحادث اللي صار ان في شخص عمره 72 سنة كان زائر احد اصدقائه على الساحل، فلما رجع بالليل من زيارة صديقه كان هذا الشخص يعرف الطريق لأنه دائم يزور صديقه ويجي، فكان الطريق تمام والأمور تمام وهو يعرف الطريق، إلين فجأة جت لفة ثانية اللي طلعت بوجه سيارة، فكان في اصطدام قوي السيارتين مع بعض. فالشخص اللي داخل السيارة هذا يصف الشيء اللي صار معاه، يقول فجأة كذا ما تدري الحادث صار بسرعة، السيارة كذا تسكرت علي، كان ما يقدر يطلع برا لأن الدركسون مسكر عليه، فهو فقد الوعي لوهلة بعدين رجع له الوعي، فكان عالق داخل السيارة ما يقدر يتحرك ولا يطلع. واللي خوف الشخص زيادة في السيارة يقول بديت أشم ريحة بنزين وبديت أحس في حريق حولي وحوالي، فيقول حسيت إن في حرارة جاية من تحت السيارة. واللي خوفني زيادة بديت أحس الرجلي كده تحتر النار وصلت لرجلي وبدأ شوي يذوب الحذاء حقي، فيقول أنا قمت كده توتر وقمت أني أفكر أن هذا آخر يوم بحياتي. فيقول قمت أفكر في نفسي مستحيل في أحد ممكن أنه يوصل لي في الوقت المناسب وينقذني، النار بدأت تلتهمني وممكن أن أموت هنا، لو ما مت من الحريق راح أموت فقط من الدخان ومن أول أكسيد الكربون. وكان الشخص اللي في السيارة يوصف الحالة يقول أنا ماني خايف من الموت بزيادة بسبب أني عشت حياة سعيدة مرة، وأنا صراحة ماني مستحي من حياتي، حققت فيها إنجازات كبيرة مرة. فيقول وأنا أفكر كذا في نهاية حياتي إلا بطرف عيني شفت ولا في سيارة إنقاذ وأضوية وناس وقفت عندي. فيقول قمت أقول في نفسي هل ممكن إنهم يطلعوني في الوقت المناسب أو إنهم يقدرون يطلعوني من هالمكان اللي أنا فيه من السيارة اللي سكر علي من كل الجهات. ولكن بالفعل فرقة الإنقاذ اللي كان كريس معاهم قدروا إنهم يبعدون السيارة وبعدون اللهب عنه، وقدروا إنهم يشيلونه من داخل السيارة ويحطونه بسيارة الإسعاف ويودونه للمستشفى. ففي الطريق هم مسعفين للمستشفى كان كريس هو اللي عنده، هو اللي يراعيه، هو المسعف حقه، وكان يعطيه احتياجاته اللازمة طبيا ويراعيه لين يوصلون للمستشفى. فلما وصلوا للمستشفى كان المسعف هذا اللي اسمه كريس لازم يعرف اسم المريض ويسجل بياناته، فلما سأل عن اسم المريض انصدم لما سمع اسم المريض وعطوه اسم المريض. منو كان المريض؟ أيوة بالضبط مثل ما توقعتم، المريض هذا هو اسمه مايكل شانن، وهو الدكتور الأطفال أو طبيب الأطفال اللي عالج كريس قبل أكثر من 25 سنة عند ولادته. فانصدم كريس لما عرف أن الاسم هذا هو الدكتور مايكل شانن اللي عالجه قبل أكثر من 25 سنة وقدر بتوفيق رب العالمين أنه يحافظ على حياته كطفل. يقول كريس كنت دائما أسمع عن اسم الطبيب الأطفال اللي عالجني من أبوي وأمي طول الفترة الماضية، فقال كريس ما حبيت أني الآن أعطيه الخبر وأبدأ سولف معاه لأنه توه طالع من حادث، فخلي لين يتعالج وخبره بالأمر. فبعد يومين رجع لها كريس ولقى أن دكتور شانن تعالج وتعافى وأموره عال العال وطيبة. فقام كريس وخبر دكتور شانن منه هذا وقال له أنت طبيبي وأنت اللي عالجني تتذكر؟ فيقول كريس انصدمت أنه متذكرني من أكثر من 25 سنة. فيقول أنه كان دكتور شانن يحاول يعرف الأطفال اللي مضي معهم فترة أو اللي يصير بينه وبين عائلته كذا قصة أو أنهم يأخذون يعطون مع بعض وتصير لهم زيارات. فبدوا وحضنوا بعض وكان في بكاء بينهم والناس اللي حولهم كلها
كلها قامت تبكي وتعرفوا على بعض وتبادل رقام بعض وصارت بينهم أخوة. فيقول كريس شكرا لك لأنك أنت انقذتني قبل 25 سنة ورب العالمين قدرني إني أرد لك الفيفر، أرد لك هالمعروف هذا وكتب لي إني أنا أنقذك من حادث السيارة اللي بغيت تحترق وتموت فيه. فانتشر الخبر في المستشفى ومع كريس وخوياه، فبدوا يروحون عند الدكتور شانو يتصورون وانتشرت قصتهم وعرفت. فصار عندهم يسوون زي ما تسمون هذه اللي هي الذكرى السنوية. فصار كريس هذا المسعف والدكتور شانن يتقابلون كل سنة في نفس يوم الحادث اللي رب العالمين قدر انهم يتقابلون بعد 25 سنة. فكانوا يسوون له عشاء كل سنة يسمونها الانيفرساري هذا. وبعد ما رزق كريس بطفل، طبعا هناك في امريكا يخلون دائما عندهم دكتور العائلة، في طبيب للعائلة يعرف كل اجراءات العائلة وكل مشاكل العائلة. فراح كريس وخلى الدكتور شانن هو المسؤول عن طفله وخلاه هو طبيب طفله او الدكتور المسؤول عن طفله. وبكذا نكون وصلنا لنهاية قصة اليوم، نهاية هذا السالفة العجيبة وهذه القصة العجيبة. سبحان الله صنع معروف، فسبحان الله الإخلاص في العمل، كيف الدكتور شانن كان مخلص في عمله ويحب الأطفال ويعالجهم من كل قلبه. ما درى الدكتور شانن أن بعد 25 سنة أحد الأطفال اللي كان يعالجهم كان سبب بعد رب العالمين وبتوفيق رب العالمين أن ينقذه من هذا الحادث لو ما وصلوا في الوقت المناسب، وهذا كله بقدرة رب العالمين وبتوفيق رب العالمين. فيا جماعة الخير انتوا ايش رايكم في القصة هذه؟ واللي عنده ممكن قصة مشابهة او شيء زي كذا لو يكتبه تحت في الكومنتس، ممكن نحط له بيند كذا نخليه في اعلى الكومنتس، وخلونا نشوف اذا احد عنده قصة يشاركها. فلا تنسون في نهاية الفيديو الله يعطيكم العافية لايك وشير وسبسكرايب، وضيفوني هنا في السناب شات وفي السوشيال ميديا، ونشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم. لا تنسون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.